بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 17. الصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال الكلام موصولا على هذه الآيات في قصة آدم مع الملائكة وقصة آدم مع إبليس. أما قصته مع الملائكة فقد انتهينا منها، وأما قصته مع إبليس فتبدأ من هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقوله جل وعلا وقلنا، هذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل وأنه يتكلم ويقول. وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة كما جاء في القرآن وكما جاء في الأحاديث، أن الله موصوف بأنه يتكلم وأنه يقول، وكلامه من صفة أفعاله، صفة فعلية فعلها متى شاء سبحانه وتعالى ويقول ما شاء. ومن ذلك خطابه لآدم أبينا آدم عليه السلام، فقال قولا سمعه آدم. فآدم كلمه الله، نبي مكلم كما جاء في الحديث، كلمه الله. قلنا يا آدم، وهذا تشريف لآدم عليه السلام أن الله كلمه وقال له، هذا تشريف له عليه الصلاة والسلام. أسكن أنت وزوجك الجنة، أكرمه الله جل وعلا بهذه الكرامة. أسكن، سكن الاستقرار في الجنة، وليس مجرد مرور بها أو نظر إليها، وإنما هي سكنة، سكنة وارتياح وتنعم. هذا إكرام لآدم عليه السلام. أسكن أنت وزوجك الجنة. وزوجك، هذا أيضا زيادة إكرام لآدم، أن الله جل وعلا أسكن زوجته حواء عليه السلام، أسكنها معه في الجنة ليسكن إليها وليطمئن بوجودها معه. فالرجل ليس له غنى عن المرأة، ليس له غنى عن الزوجة، فالزوجة نعمة من الله سبحانه وتعالى،
قال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال جل وعلا: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فالحكمة من التزاوج بين الرجل والمرأة حصول السكن والراحة، كل منهما يرتاح مع الآخر ويطمئن مع الآخر، وهذا من نعمة الله على عباده. وحواء خلقها الله من آدم كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وفي آية الأعراف: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. وقد جاء في الحديث أن حواء خلقت من ضلع آدم، خلقت من ضلع آدم، ضلعه الأيسر. قال صلى الله عليه وسلم في المرأة: إنها خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. الله على كل شيء قدير، يخلق ما يشاء سبحانه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خلق آدم بلا ذكر ولا أنثى، من تراب، خلقه من تراب، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر، وخلق سائر الخلق من ذكر وأنثى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. فالله جل وعلا على كل شيء قدير، يخلق ما يشاء، لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ففي قوله اسكن أنت وزوجك، هذا إكرام لآدم عليه السلام أن الله جعل معه زوجته تسكن معه في الجنة، ومن على بني آدم أيضا بالزوجات. والغرض من التزاوج هو السكن، سكن الارتياح، سكن الارتياح بين الزوجين، ليس الغرض مجرد الشهوة فقط وقضاء الوطر. نعم هذا غرض وغرض جليل، ولكن من الحكم العظيمة أيضا السكن بين الزوجين والطمأنينة. فالذين يريدون الآن أن يخرجوا النساء من البيوت إلى الأعمال الشاقة وأعمال الرجال والأسفار ويخرجوهن من البيوت ويحرمون أزواجهن من السكن إليهن، هؤلاء يعاكسون الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وأيضا يعرضون النساء للضياع والخطر. ما خلقت المرأة لهذا، خلقت المرأة للزوج والسكن في البيت، وقرن في بيوتكن وأعمال البيت، وهي راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها، فإذا تخلت عن رعيتها وخرجت فإنها مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى. لماذا ضيعت رعيتها؟
ليسكن إليها. أما مجرد أن الزوج وزوجته يجتمعان في البيت للمبيت فقط مثل العزاب الذين يجتمعون في العزبة ويتفرقون إلى الأعمال، هذا ينافي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. بل الفطرة أن المرأة تبقى في البيت وتعمل في البيت وتقوم بأعمال البيت وتربية الأولاد، والرجل يخرج للكد والكسب وطلب الرزق وينفق على زوجته وعلى أولاده. ولا تنتظم الأمور إلا بهذا، ولا تقوم الأسر إلا على هذا الشيء. أسكن أنت وزوجك الجنة، هذه الكرامة الثانية. كرامتان، أسكن هذه كرامة، وزوجك هذه الكرامة الثانية. ما جعله يسكن وحده. الكرامة الثالثة، وكلا منها حيث شئتما، أباح الله لهما أن يأكلا مما في الجنة من الملذات وأصناف الثمار وأصناف الأشجار، أباح لهما ما في الجنة. هذه كرامات. أولا أن الله جل وعلا خلق آدم بيده، هذه كرامة لآدم عليه السلام، أن الله خلقه بيده. كرامة الثانية أن الله علمه الأسماء كلها وفضله بالعلم وأظهر فضله عند الملائكة والملأ الأعلى بالعلم. كرامة الثالثة أن الله سبحانه أمر الملائكة بالسجود له، السجود له عبادة لله وإكراما لآدم عليه السلام. الكرامة الرابعة أن الله أسكنه وزوجه الجنة، هذه كرامات متتابعة لآدم عليه الصلاة والسلام. لما رأى إبليس هذه الكرامات المتتابعة لآدم حسده. أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا هنيئا، ما معه مكدر. الناس في الدنيا يأكلون الملذات والشهوات، لكن هي منغصة بالآلام والخوف والأحزان، منغصة. لذات الدنيا منغصة، وأما لذات الجنة فهي خالصة ليس فيها منغص، رغدا ما في منغص. وكلا منها أي من أشجارها وفواكهها وما فيها رغدا، أي هنيئا لا منغص معه، ولا صعوبة في تحصيله، لا صعوبة في تحصيله، خلاف ما في الدنيا أنه لا يحصل إلا بصعوبة وكد وتعب وكسب، هذا لا، هذا ميسر رغد. وكلا من حيث شئتما، وكلا منها رغدا حيث شئتما. ثم نهاهما عن شجرة واحدة فقط، أباح لهما ما في الجنة إلا شجرة واحدة، ولا تقربا هذه الشجرة، عينها الله لهما هذه، ولكن نحن لا نعلمها، لم يبين لنا الله ما هي هذه الشجرة، لأنه لا مصلحة لنا في ذلك. أما آدم وحواء فهما يعرفان الشجرة بعينها هذه، لأن الإشارة لشيء معين. ولا تقرب هذه الشجرة، شوفوا، ولا تقرب
ما قال ولا تأكلا من هذه الشجرة فقط، بل قال لا تقربا. والنهي عن قربان الشيء نهي عنه وعن أسبابه ووسائله. تجنب الأسباب التي توقعكما في الأكل من هذه الشجرة، كما قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، لم يقل لا تزنوا بل قال لا تقربوا الزنا، يعني تجنبوا الأسباب التي توصل إلى الزنا من النظر المحرم والمخالطة والمماسة وغير ذلك والخلوة والسفر بدون محرم، كل هذه أسباب للزنا. فالله جل وعلا نهى عن أسباب المحرم، فكيف بالمحرم نفسه؟ كن أشد. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. إذا خالفتما هذا النهي وأكلتما من هذه الشجرة كنتما من الظالمين، والظلم محرم، وهذا يدل على أن النهي للتحريم، أن من ارتكب المنهي عنه فهو ظالم، فدل على أن النهي يقتضي التحريم. مثل ما إن الله لما أمر إبليس بالسجود فأبى لعنه، فهذا دليل على أن الأمر للوجوب، فالأصل في الأمر أنه للوجوب، والأصل في النهي أنه للتحريم. فتكونا من الظالمين، الظالمين لمن؟ الظالمين لأنفسهم، ظالمين لأنفسهم. وكيف الإنسان يظلم نفسه؟ نعم يظلمها إذا عرضها لغضب الله وعقوبته، وضعها فيما يضرها، فقد ظلم نفسه. إذا وضع نفسه فيما يضرها فقد ظلمها، وإذا صانها عما يضرها فقد أكرمها وزكاها، يعني طهرها. فتكون من الظالمين. لما رأى إبليس هذه الكرامات لأبي البشرية آدم عليه الصلاة والسلام حسده، وأراد أن يزيل هذه النعمة. وهذا شأن الحاسد، الحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة عن المحسود ويسعى في إزالتها عنه، هذا هو الحاسد والعياذ بالله. أما إذا رأيت نعمة على أخيك وسألت الله مثلها فهذا طيب، واسألوا الله من فضله، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، إلى قوله جل وعلا واسألوا الله من فضله. فأنت اسأل الذي أعطى هذا العبد هذه النعمة أن يعطيك مثلها أو أحسن منه، بدل أن تحسده وتريد أن تزيل نعمته، هذا حرام كبير من كبائر الذنوب. لكن إذا طلبت من الله هذه عبادة وتؤجر على ذلك. فأزلهما الشيطان، الشيطان هو إبليس، في أول الآيات يقول إلا إبليس، سمي إبليس من الإبلاس وهو اليأس من رحمة الله، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، يعني آيسون من رحمة الله. فالإبلاس هو اليأس من رحمة الله، سمي إبليس لأنه قد قنط وآيس من رحمة الله عز وجل، وأصبح طريدا ملعونا قوادا إلى كل فاحشة وإلى كل شر. وهنا قال الشيطان، والشيطان هو إبليس، يسمى شيطان إما من شاط الشيء إذا غلا
وإما من شطن الشيء إذا بعد، لأنه بعيد ملعون مبعد من رحمة الله، فأزلهما الشيطان، أزلهما مما كان فيه. ما معنى أزلهما؟ أزلهما أي عمل على إخراجهما من الجنة مما كان فيه. فيه قيل أن المراد بالضمير يعود إلى الجنة، وأزلهما يعني حاول إخراجهما منها، وقيل فيه من النعيم، أزلهما مما كان فيه يعني من النعيم، من الزلل وهو الخطأ، والزلة الخطأ، أي حملهما على الزلل والخطأ، أزلهما الشيطان مما كان فيه. وكيف أزلهما؟ هنا أجمل سبحانه، لكنه فصل في آيات أخرى أن الشيطان قال يا آدم، أن الشيطان قال ما نهاكما، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. الله أراد أن يحرمكما من الملك ومن الخلود، ولو أكلتما من هذه الشجرة لحصلتم على الملك وعلى الخلود. هذا من تزيين الشيطان لعنه الله. الشيطان ما يقول لك اعص الله أو افعل المحرم، لا، يجيك بتزيين وتلبيس، يزين لك الشيء ويحسنه في نظرك، لأنه لو قال للمسلم اعص الله قال المسلم لا، أو قال افعل المحرم قال المسلم لا، لكن إذا جاه بالتزيين والتزوير وحسن له ذلك فإنه قد يطاوعه. الله جل وعلا بيّن في سورة الأعراف ماذا قال في هذه المحاولة، ما نهاكما ربكما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. هذه الشجرة من أكل منها صار ملكا وصار خالدا لا يموت مخلدا، لا شك إن هذا إغراء والعياذ بالله. وفي الآية الأخرى قال هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى، ملك لا يبلى ولا يفنى، وخلد بقى بقاء دائم. هذه طريقة الشيطان مع آدم وذريته، أنه يزين القبيح في أنظارهم ويفعل المغريات. وأيضا ما اقتصر على هذا، حلف قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ما اقتصر على أن هذه الشجرة فيها كذا وفيها كذا من المحسنات وأن الله أراد حرمانكم مما فيها، بل إنه حلف لهما قاسمهما، حلف لهما إنه لهما لمن الناصحين، زيادة في التغرير والعياذ بالله. لأن المسلم إذا حلف له اطمأن، إذا حلف له بالله اطمأن، فهو انتهز هذه الفرصة وحلف لهما. وهذه طريقة الشيطان وأتباعه، أنهم يزينون القبائح بالأيمان الكاذبة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة سترة
فصدوا عن سبيل الله. ولا تطع كل حلاف مهين كثير الحلف، ما كل من حلف يكون صادقا، ولو أكثر من الأيمان لا تصدقه، ولو حلف الأيمان الكثيرة لا تصدقه. ولا تطع كل حلاف مهين، والذي ينفق سلعته بالأيمان الكاذبة لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، نسأل الله العافية. فما كل من حلف يكون صادق. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، غرهما بهذه المغريات والعياذ بالله. فأزلهما الشيطان، أكلا من الشجرة، أكلا من الشجرة، انخدعا بهذه المغريات التي عرضها لهما الشيطان، فأكلا منها، أكلا في آية الأعراف، أكلا منها، أكلا منها مطاوعة لإغراء الشيطان. وهنا يقول جل وعلا فأزلهما مما كانا فيه، هذه الآية فصلتها آية الأعراف وآية طه وغيرهما من الآيات التي جاءت في القصة. وهكذا القرآن يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا. فلما وقع في الخطيئة، لما وقع في الخطيئة وارتكب ما نهي عنه، ناداهما ربهما، شوف اللطف من الله سبحانه وتعالى، لم يعاجلهما بالعقوبة بل ناداهما سبحانه وتعالى نداء لطف وعطف من الله جل وعلا ورحمة. وناداهما ربهما، كلمة ربهما هذه أيضا فيها عناية، فيها لطف من الله سبحانه وتعالى. ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، في قوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، ألم أنهكما عن هذه الشجرة، هذا عتاب من الله سبحانه وتذكير من الرب سبحانه وتعالى، ألم أنهكما عن هذه الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. كيف تنخدعون بالعدو، كيف تقبلون من عدوكم؟ وهذا فيه تعليم المسلم أنه لا ينخدع بالعدو مهما أظهر من الصداقة ومهما أظهر من النصيحة، ما دام أنه عدو لا تثق منه ولا تقبل منه لأنه عدو، ولا يخدعك بمغرياته سواء كان من شياطين الجن أو من شياطين الإنس، العدو احذره دائما وابدا. ولا تظن أن عدوك سينصح لك، بل إنه دائما يحفر لك الحفر، وإن تظاهر بصداقتك وحسن العلاقة معك وإلى آخره هو عدوك. وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، فدل على أنه لا ينخدع بالعدو مهما أظهر من المصالحة ومن الصداقة ومن حسن المعاملة، لا تنخدع به ولا لا تضع الثقة فيه أبدا ما دام عدوا. فلما حصلت الخطيئة قال الله جل وعلا قل نهبطوا منها جميعا، قل نهبطوا منها جميعا، هذا دليل على أن الجنة هذه في السماء، اهبطوا لأن الهبوط لا يكون إلا من علو، دل على أن هذه الجنة في السماء وليست في الأرض كما يقوله بعض الناس،
الذين لا علم عندهم بل هي في السماء. قل نهبطوا منها جميعا، اهبطوا هذا جمع، ما المراد بهذا؟ آدم، آدم وحواء وإبليس، وإبليس هم وعدوهم يهبطون. قل نهبطوا منها جميعا، قل نهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، بعضكم لبعض عدو. فإبليس وذريته أعداء لآدم وذريته. إذن ما انتهت العداوة، ما انتهت العداوة مع آدم وزوجه، بل هي مستمرة إلى يوم القيامة. بعضكم لبعض عدو. فهذا مما يفطن بني آدم أن إبليس وجنوده أعداء لهم دائما وأبدا، وأن عداوة إبليس وجنده لا تنتهي. بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لكم في الأرض مستقر، قرار تعيشون عليها، تعيشون عليها مدة أعماركم، كما قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فقرار بني آدم وعيشهم وموتهم وبعثهم هو في الأرض. أما اللي يحاولون الآن الصعود إلى القمر وإلى المريخ ويبقى يسكنون في الكواكب، ما جعل الله سكن بني آدم في الكواكب، بل جعلها في الأرض، ولذلك فشلوا والحمد لله. ينفقون الأموال الطائلة ولا يحصلون على شيء، لأن بني آدم قرارهم وعيشهم وموتهم وبعثهم في الأرض. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولكم في الأرض مستقر تقرون فيها، وقيل المستقر القبور، القبور، ومتاع إلى حين. متاع، شوف متاع. أما الجنة فالذي فيها لذه رغد، أما ما في الدنيا كله متاع. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، متاع. بدل الرغد تحول إلى متاع يتمتع به الإنسان عن الموت فقط، تمتع به عن الموت. استقر ومتاع، ثم قال إلى حين. إقامتكم في الأرض مؤقتة ومؤجلة إلى حين، إلى حين قيل إلى حين موتكم وانقضاء آجالكم، وقيل إلى حين يعني إلى البعث، إلى البعث. المهم أن الإنسان في هذه الدنيا عابر سبيل، عابر سبيل، ما هو مستديم فيها، وإنما هو عابر سبيل يعيش فيها ويعبد الله عز وجل ويكتسب للآخرة، هي مزرعة للآخرة. هذا المقصود من العيش في الدنيا، أنها مزرعة للآخرة، سوق من أسواق الجنة. فالذي يريد الجنة يستغل الدنيا بالعمل الصالح، هذه الحكمة. ولكم فيها مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات، تلقى، علمه الله كلمات يقولها فيتوب الله عليه، هذا من رحمته سبحانه وتعالى. الله لم يغضب عليه ويتركه ويهلكه، بل من لطفه به أنه علمه التوبة وقبل منه توبته. فتلقى آدم من ربه كلمات، ما هي هذه الكلمات؟ أصح الأقوال أنها: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، كما في الآية الأخرى قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإذا أذنب العبد ذنبا فليقل هذه الكلمة: ربي إني ظلمت نفسي
فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. وفي الحديث أن أبا بكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في السجود، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالله علم آدم كيف يتخلص من هذا الذنب، وهذا تعليم لذرية آدم أيضا، أنهم إذا أذنبوا فإنهم يبادرون بالتوبة ولا يقنطوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا. بهذا الشرط، ما هو بترجو التوبة والمغفرة وانت مقيم على الذنب، هذا غرور، لكن تتوب وتترك الذنب وترجو من الله المغفرة، تفعل السبب. أما أنك تقيم على الذنب وتقول الله غفور رحيم، هذا غرور والعياذ بالله. الله غفور رحيم لمن تاب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فمن تاب تاب الله عليه، أما الذي يقيم على الذنوب والمعاصي يقول الله غفور رحيم، هذا غرور، وهذا أمن، هذا أمن من مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، نسأل الله العافية. فتلقى آدم من ربه، شوف كلمة ربه تدل على اللطف والعناية من الله سبحانه وتعالى، كلمات الاستغفار والتوبة والاعتراف بالذنب، ربنا ظلمنا، الاعتراف بالذنب، إذا اعترفت بذنبك غفر الله لك، ربنا ظلمنا أنفسنا. وهذا من التوسل المشروع، أنك تتوسل إلى الله باعترافك بذنبك وخطيئتك، وتتوسل إليه بفقرك إليه سبحانه وتعالى. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فتاب عليه، شوف قرب التوبة على طول، لما قال الكلمات تاب الله عليه، فتاب عليه، ثم قال إنه هو التواب الرحيم. هذا إطماع للعباد كلهم بأن الله هو التواب الرحيم، لآدم وزوجه ولغيرهما، هو التواب الرحيم لكل من تاب من الذنب، ليس هذا خاصا بآدم، ولهذا قال إنه هو التواب، تواب صيغة مبالغة، الرحيم من الرحمة لآدم ولغيره. فسبب توبته، قبول سبب قبول توبته على آدم هو أنه سبحانه تواب، تواب رحيم، هذا هو السبب. فمن أسمائه التواب، ومن أسمائه الرحيم سبحانه وتعالى، فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذا تعليم لبني آدم أنهم يفعلون ما فعل أبوهم عليه السلام، لأن يبادروا بالتوبة الصادقة فيتوب الله عليهم. وفي هذا تنبيه على خطر الذنوب والعياذ بالله، تنبهوا يا عباد الله، إذا كان آدم عليه السلام أخرج من الجنة بسبب ذنب واحد، فكيف بمن يعمل الذنوب والخطايا الكثيرة ويطمع في الجنة وهو على غير توبة، على غير توبة وعمل صالح؟ ولهذا يقول الشاعر: تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان بها وفوز العابدي، ونسيت أن الله أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد، ونسيت أن الله أخرج آدما منها، يعني الجنة، بذنب واحد، فكيف بمن عنده ذنوب كثيرة؟ إذا كان هذا خطر الذنب الواحد، فكيف
بخطر الذنوب الكثيرة والعظيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قل نهبط منها جميعا، هذا تأكيد لما سبق. قال الله جل وعلا لآدم وزوجه وإبليس اهبطوا منها، اهبطوا منها أي من الجنة جميعا، قل نهبطوا منها جميعا. فإما يأتينكم مني هدى، هذا هو السبب في تكرار الآية، لأنه قال في الأول قل نهبطوا منها جميعا، فلماذا كررها مرة ثانية؟ ليتعلق بها ما بعدها، قل نهبطوا منها جميعا. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تكفل الله لبني آدم بل للجن والإنس، لأن الخطاب للجميع للجن والإنس، أنه سيرسل الرسل وينزل الكتب لهداية الناس وهداية الضالين والكافرين والمشركين، لهدايتهم إلى الحق، ولا يتركهم الله سبحانه وتعالى بدون إقامة حجة وبدون دعوة إليه سبحانه وتعالى. هذا من رحمته بعباده. قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، الهدى هو إرسال الرسل وبعثة، هو بعثة الرسل وإنزال الكتب، هذا هو الهدى، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الرسل جاءت بالهداية والكتب السماوية جاءت بالهداية من الله سبحانه وتعالى، فلم يترك الله الخلق بدون أن يرسل إليهم رسلا وينزل عليهم كتبا تهديهم إلى الحق وترجعهم إلى الصواب. هذا من عنايته بعباده ورحمته بعباده، وإلا فهو غني عنهم سبحانه وعن عباداتهم. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، وإنما العباد هم المحتاجون إلى الله، ولكنهم لا يستطيعون أن يعبدوا الله إلا بهدى من الله وبيان من الله، لأن العبادات توقيفية، ما تؤخذ من العادات أو من التقاليد أو من آراء الرجال أو من استحسانات النفوس، لا، العبادة إنما تؤخذ من الوحي، من الوحي المنزل. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، الخوف يكون للمستقبل والحزن يكون للماضي على الماضي. فمن تبع هدى الله لا يخاف ولا يحزن، نسأل الله الكريم من فضله، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا، هذا الفريق الثاني الذي لم يتبع الهدى، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، يعني لم يتبعوا هدى الله، الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أصحاب النار المصاحبون لها الملازمون لها الذين لا ينفكون عنها أبدا، هم فيها خالدون أيضا أبد الآباد، لا خروج لهم، لا خروج لهم منها أبدا، ولا طمع لهم في رحمة الله سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها
وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فلم يبق للعباد حجة على الله بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب، لم يبق لأحد حجة، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله جل وعلا أقام الحجة وقطع المعاذير، وإنما الملوم والخطأ من العبد نفسه إذا فرط في قبول الهدى وقبول ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، فهو الذي أهلك نفسه وفرط في أسباب النجاة وضيع حياته فيما يضره ولا يفيده، نسأل الله العافية. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والتوفيق، ونسأله سبحانه صلاح القول والعمل، وأن يجعل عملنا صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد شيئا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، آمين، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعلهم هداة مهتدين، اللهم أصلح بطانتهم وأبعد عنهم بطانة السوء، آمين. يا رب العالمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان، آمين. اللهم اهدهم سبل السلام، آمين. وأخرجهم من الظلمات إلى النور، آمين. وجنبهم الفواحش، آمين. ما ظهر منها وما بطن، آمين. يا سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، تقول السائلة، تقول امرأة هجرها زوجها لمدة 4 أشهر، هل يجوز لها أن تطلب الطلاق علما بأن الهجر ليس له سبب؟ إن كان ليس منها سبب ولم تخطي في حق الزوج بل هو الذي أخطأ عليها، فهي بين أمرين، إما أن تصبر وتنتظر وهذا أحسن، وإما أن تطلب الطلاق. إذا كان عليها ضرر في البقاء تطلب الطلاق، قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. الله جل وعلا يقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم. يقول السائل، أنا موظف وصاحب العمل يكلفني بطرد الموظفين المتغيبين والمتأخرين بدون عذر، فماذا أفعل؟ وهل أكون سببا في أذية الناس أم أعصيه ولا أعرف السبب؟ إن كان الأمر فيه اختيار فأنت لا تتولى هذا العمل، خلي تولاه غيرك. أما إذا ألزمك به إلزاما وقال لازم تقوم بهذا العمل ولا يحصل عليك كذا وكذا من الضرر، فأنت لا تظلم أحدا، لا تظلم أحدا، قل الحق. المتخلف والمتلاعب بين خطأ، لكن قبل أن تبين خطأه عليك بمناصحته، تناصح هذا الشخص وتقول له أنا مكلف بهذا العمل وهذه أمانة في ذمتي، ولكني أنا أحب لك الخير، أريد منك أنك تترك هذا الإهمال وتقوم بالعمل، وإلا ترى آخر الأمر سأبلغ عنك ما أراه منك من التقصير والخطأ، حينئذ تكون قد أعذرت إليه وقمت بالواجب.
نعم. هذه السائلة تقول بأنها امرأة متزوجة ولديهم خادمة في البيت، والزوج يطلب من الخادمة أن تكتحل وتلبس ألبسة الزينة، وأحيانا ينفرد بها أثناء غياب الزوجة، ما حكم هذا الزوج؟ وهل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا كان هذا فعله؟ عليها أن تحول بينه وبين هذه الخادمة وتسعى في تسفيرها وإبعادها عنه مهما أمكن ذلك. فإن لم يمكن ذلك واستمر على إجرامه والعياذ بالله وفساده، فلها بل يجب عليها أن تطلب الطلاق ولا تبقى مع زوج فاسد. نعم. هل يجوز لي قصر الصلاة؟ هذا من أخطار استقدام الخادمات، ولكن هل ينتهي الناس؟ هذا من الأخطار، يعني رجل يتمكن من امرأة ضعيفة مستذلة وغريبة وينفذ فيها إرادته، هذا من خطر استقدام الخادمات، وأيضا هذا من خطر اختلاط الرجال بالنساء، ومن خطر عدم الحجاب. كل هذه أخطار على الرجال من النساء. نعم. يقول: ما حكم من يحفظ القرآن أو يحفظ سورة من القرآن ثم ينساه؟ هل هذا كبيرة من الكبائر؟ لا، ليس كبيرة من الكبائر. النسيان ما هو باختيار الإنسان، النسيان يصاب به الإنسان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن ينبغي له أن يتعاهد القرآن والحفظ ويكرره، لأن ضياعه عليه يكون خسارة في تعاهده، ولكن إذا نسي ما هو معصية، هذا فوات خير وليس هو معصية. نعم. يقول: هل أقرأ التشهد الثاني في صلاة النافلة؟ التشهد الثاني في صلاة النافلة ما فيها إلا تشهد واحد، ما فيها إلا تشهد واحد، هو التشهد الذي يعقبه السلام للنافلة. أما الفريضة الرباعية أو الثلاثية فهي التي فيها تشهدان، تشهد أول تشهد ثاني. نعم. يقول: هل يجوز لي قصر الصلاة إذا كنت مسافر بحرا بواسطة الباخرة، مع العلم بأن السفر 3 أيام وجميع وسائل الراحة متوفرة، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، ما دمت أنك مسافر يجوز أنك تقصر الصلاة وتجمع، ولو كنت في باخرة أو في طائرة أو في سيارة أو على دابة أو على رجليك، الله جل وعلا رخص للمسافر وأطلق ولم يحدد، فما يسمى سفرا على أي وسيلة كان تستباح به رخص السفر. نعم. يقول: هل يجوز لي أن أؤدي عمرة إذا كان بيني وبين أحد الأشخاص الذين تربطني بهم صلة رحم خصام؟ هل يجوز لي أن أؤدي عمرة إذا كان بيني وبين أحد الأشخاص الذي تربطني بهم صلة رحم منازعة؟ العمرة ما لا مانع منها، تؤدي العمرة ولكن تصلح ما بينك وبين قريبك، بل الإصلاح واجب بين الناس، فكيف بالقريب؟ فتصلح ما بينك وبين قريبك وتؤدي العمرة، العمرة صحيحة ولك فيها أجر، لكن عليك إثم القطيعة، لك أجر العمرة وعليك إثم القطيعة. نعم. يقول: ما حكم المأموم الذي يكبر مع الإمام ويسلم مع الإمام؟ هذا لا يجوز، إذا كبر مع الإمام أو سلم مع الإمام فهذا لا يجوز، هذا وافق الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كبر فكبروا، إذا كبر يعني انتهى من التكبير فكبروا. نعم. يقول السائل: هل هناك حكمة إلهية في وضع الصلاة الجهرية والصلاة السرية، بمعنى أن الفجر والمغرب والعشاء جهرية والظهر والعصر سرية؟ الله أعلم، لأن الليل تنقطع فيه الشواغل
ويقبل الإنسان على القرآن فيستحب الجهر لأنه تنقطع فيه الشواغل. قال الله جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فيجهر بالقرآن لأن هذا أبلغ في التأثير والاستفادة من القرآن. أما في النهار فيه شواغل وفيه أصوات وفيه كذا مشوشات فإنه يسر بالقراءة. نعم. تقول السائلة: قدمت إلى جدة من الرياض مع زوجها بالطائرة للإقامة مدة شهر لأن الزوج لديه عمل في جدة، وكانت تتمنى عند قدومها إلى جدة أن تؤدي عمره متى ما تيسر لها ذلك، وإلا فلا تعلم هل يتيسر لها الأمر أم لا، لأن الزوج مرتبط بعمل وليس عنده وقت كافي يذهب بها إلى مكة. وبعد مضي أسبوعين جاءت مع أخاها وأحرمت من الشقة وجاءت إلى مكة وأدت عمره، هل عليها شيء؟ ليس عليها شيء، ما دامت ما نوت العمرة إلا من جدة تحرم من جدة والحمد لله، ولا عليها شيء. نعم. يقول السائل: ما منهج أهل السنة والجماعة في موالاة العاصي، وهل يجلس مع العصاة ويسلم عليهم؟ هناك عداوة خالصة وهناك عداوة ما هي خالصة، من عداوة من وجه ومحبة من وجه. فالكافر والمشرك والمنافق هذا يعادى عداوة خالصة لأنه عدو لله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرهم. أما المؤمن الذي عنده بعض المعاصي فهذا يحب بما فيه من الدين ويبغض بما فيه من المعاصي، تجتمع في حقه المحبة والبغض، يعادى من وجه ويوالى من وجه، يعني يوالى من جهة التوحيد وأنه مسلم ويعادى من جهة المعاصي مع المناصحة، مع المناصحة له لعل الله أن يهديه. نعم. وما هو البيت المعمور؟ البيت المعمور بيت في السماء الدنيا بحذاء الكعبة كما جاء الحديث، حديث المعراج، بيت في السماء الدنيا بحذاء الكعبة تتعبد فيه الملائكة عليهم الصلاة والسلام ويزورونه. نعم. يقول السائل: هل يلزمني أن أغير المنكر عندما أراه في كل مكان، خاصة في الآونة الأخيرة قد انتشرت المنكرات في كل مكان بشكل كبير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وضع نظاما في هذا، قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الذي يستطيع إزالة المنكر بيده هذا هو الذي له سلطة وله قدرة، كالإمام والأمير وعضو الهيئة أو صاحب البيت في بيته، هذا له سلطة يغير بيده. أما الإنسان اللي ما عنده سلطة هذا يغير باللسان بأن ينصح، ينصح ويبين ويعظ الناس ويذكرهم، وكذلك إذا لم يمتثلوا يبلغ عنهم، بلغ عنهم ولاة الأمور. هذا الإنكار باللسان. فإذا لم يستطع هذا ولا هذا، ما عنده سلطة ولا عنده قدرة باللسان، فينكر المنكر بقلبه ويبغضه ويبغض أهله ولا يجلس معهم، يبتعد عنهم ولا يخالطهم حتى يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. تقول السائلة: بأنها امرأة قيل لها بأنها مصابة بالسحر، سحر تفريق، وذلك من قبل بعض القراء الذين يقرؤون القرآن، ثم ذهب زوجها إلى اليمن عند بعض المشعوذين وقال له المشعوذ: لا بد أن يذبح خروفا ويضع الجلد فوق ظهر المرأة ليلة كاملة ويضع الحناء على يديها ورجليها، وبعدها يعزلها عن الناس لمدة أسبوع، وفي هذه المدة أعطاه ورقة مطوية بها بعض الآيات والأدعية وختمها باسمها واسم والدتها. السؤال:
إن الزوج مصر على أن تعمل هذا العمل لكنها رفضت وهددها بالهجر أو الطلاق، ماذا تفعل؟ هل توافق على هذا العمل؟ هل يتوقع من شياطين الجن والإنس إلا مثل هذه الأعمال الخبيثة؟ ما يتوقع منهم الخير، اللي يروح لهم يذهب إليهم فإنهم يوقعونه في الشرك والكفر والسحر والضلال والكذب. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهان والذهاب إليهم، وتوعد من يفعل ذلك: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. في الحديث الآخر: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولما سئل عن الكهان قال: لا تذهب إليهم، لا يجوز الذهاب إلى الكهان والسحرة والمنجمين والمشعوذين، ولا يجوز أن نسميهم قرى أو نسميهم، بل نسميهم مشعوذون ومشعوذين وشياطين وسحرة، نسميهم بأسمائهم، ولا نقول هؤلاء قرى أو هؤلاء مطاوعة أو كذا أو مشايخ، هذا كذب، هذا يخدع الناس بهم. لا بد أن نعري أمرهم ونفضحهم. وهذه المرأة لا يجوز لها أن تطيع زوجها في هذا الأمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. فعليها أن تتوكل على الله، والشفاء بيد الله جل وعلا، ما هو عند المشعوذين والدجالين، الشفاء عند الله. إذا علم الله صدق التوكل عليه والإقبال عليه فإنه يشفي عبده، أليس الله بكاف عبده؟